شو قلت لي يا سيدرا؟ ايش اكثر شيء بتتمنوا؟ بيت. ليش بدكم بيت؟ ما عم نستجر، نخاف لاني ترتعبنا، ارتعبتي وقت اجت اول زلزال نحن كنا نايمين وفجأة ابوي طلع لحاله ونحن ضلينا حتى خلص الزلزال. قام اخر شيء اجوا شالونا. وبتاني زلزال كنا رايحين عن بيت اخونا، قامت اجت امي بعد تفتح الباب، خالع الباب قصدي اليد، انقفل الباب فينا وانقفل وانطبق وانتو ضلينا محبوسين وعم عيط وكل شيء، ما حد ردني، كل الجيران طلعوا وعم تهز فينا الارض. قام اخر شيء اجت بيت اخوي عنده نجاره، قام اجت هذا تذكرتنا، قام اجت هذا دفشت الباب علينا وطيلعتنا. ضليتوا محبوسين جوا بالزلزال كلياته؟ ايه نحن اولادها. الزلزال الثاني اللي صار بعد العشاء خفت كثير؟ ما فيك تتحرك الا اذا حدا شالك. ايه والله. كمان الشتا بتنزل هنا.